اليوم رح نعمل إجاج مشوية بالفرن. عنا ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة كمون، عنا ملعقتين صغار كزبرة، بهار الكزبرة، بدي ركز على هالشغلة، مش كزبرة يابسة، بهار الكزبرة. عندي ملعقة صغيرة بابريكا لتعطينا لون حلو لهالسمكات الحلوين حتى ينشوه ويتحمر ويتأمر ونزبط لهم وضعهم. عنا حامض هلأ حنحطهم مع السمك، هيدولي مبدئيا اللي حنحطهم مع السمكات لحتى نقدمهم بالطبق الرئيسي. عنا كمان بطاطا، 3 روس بطاطا كبار حسب قدي بتحبوا البطاطا. عنا جزر، وعنا ملعقة كبيرة ثوم مدقوق كتير صغير، عندي 1/4 كوب زيت زيتون، وعندي ملعقة كبيرة خل. وهيدا زيت الزيتون اللي عليه ريحة بتشهي، ملعقة خل كبيرة مثل ما قلنا. عم برجع عدلكم المكونات حتى ما ننساها. عندي ما بدهم ينزلوا التومات، طيب خلينا نستعين دعامهم ما تخلوا شيء. بدي ارجع بلش بالبهارة، وهي ملعقة البابريكا لحتى تعطينا لون غير شكل للسنكات. الكزبرة، بهار الكزبرة اللي حيعطيها طعم كتير طيبة. على فكرة السمك بيعشق بهار الكزبرة كتير، بيتعبط فيهم للسمكات وبيعطيهم طعمة تأكل. عندي ملعقة صغيرة كمون، ما بدها تنزل، ملعقة صغيرة ملح. وهلأ شو بنعمل؟ بنخلطهم كتير منيح مع بعضهم. اللون الحلو هذا كله اللون من البابريكا، ريحة الكزبرة والكمون غير شكل. شو بعمل أنا؟ ليه بشيل البهارات بتبلها لحالها قبل ما أحطها مع السمك حتى ما يمحل من السمك ياخد أكتر من محل؟ هيك شو بعمل؟ تبلهم على جنب وبرجع بحطهم على السمكات. طبعا هلا حشوف كيف هلا بخصوص السمك، حتى يستوي منيح ويتفوت الصوص على قلبه لجوا، شوفوا شو بعمل بالسكينة، بشقه 3 من تحت ومن فوق، وهيدي كمان من تحت ومن فوق، وببلش. شفتوا اللون الذهب اللي اخذته السمكة قبل ما تفوت على الفرن؟ بقلبها. شفتوا هاللون اللي اخذته السمكة؟ هذا بعد ما فاتت على الفرن، ناخذهم على صبال السمكات قبل ما نفوتهم على الفرن. هلا شو بنعمل؟ بنغلف هالسمكات منيح قبل ما يروحوا على البراد، وبستعمل هيدا الورق حتى ما يفت لهم هوا ابدا، وكمان بنفس الوقت ما يطلعوا لنا ريحة هالبراد سمك. وهلا بشوفهم بعد 2 ساعة من بعد ما ظهرهم من البراد. حط ورق الالومنيوم من تحت لانه بدي ارجع لف السمكه كلها فيها. هلا حفرجيكم شو حنعمل. عندي اول شيء ورق زبده، حط البطاطا. هلا انا حوزعهم لانه عندي سمكتين، حطهم تحت السمكه. حط الجزر كمان اللي قطعتهم، برش عليهم رشه ملح، وفي حط كمان بهار اسود عليهم. قبل ما احط السمكه شو حساوي؟ حقطع هيدي الحامضه بهالشكل. شوفوا كيف صار منظر السمكة بعد ما قعدت 2 ساعة بالبراد. هيدول الصوص اللي علقوا تحت بقلب الصحن بقلب الجاط، حارجع احطهم عليها هيك، وبحط السمكة فوق البطاطا والجزر. الحامض اللي قطعتهم بحطهم بقلب الشرحات الهول اللي قصيتهم بقلب السمكة. توم فوت هيك الحامض بقلبه، شوفوا منظره ما احلاه وبشهي. هلا شو حعمل؟ خليني قبل غسل ايدي وبرجع بقولكم شو حنعمل. سكر ورق الزبده من كل الميلات، سكرنا ودغري نجيب ورق الالمنيوم نسكر على السمكه بطريقه انه ما يفت لها هواء ابدا. سكرت عليها بطريقه ما يفت لها هواء ابدا. بهالوقت ما تنسوا تحموا الفرن، بتحموه على حراره 200 وبتولعوا عليه من تحت. هلا انا حميت الفرن وهلا على الفرن. والله عملت حد السمكات، سلطه الخس، فرمت الخس، نظفتهم منيح اكيد بالمي وملح وصفيتهم. وهلا بحط لهم شرحات الحامض، زيت زيتون، رشة ملح، ضربة صغيرة بالملعقة، ومنقدم أحلى سلطة خس خفيفة سريعة ما بدها وقت. وهاي أطيب صوص حد السمكات كمان، برشلها رشة حبق، برجع بخبركن عنا بفيديو لحاله. يا ملا ريحة بتشاه. هلأ بفتح شوي على السمكة حتى حمصها عن الوجه. مهترية هري
قد ما مستوية. البطاطا والجزر غير شكل أحلى أكيد، انتبهوا. هأرجع ظبط هيك الصوص حتى حمرها. لا هرجع فوتها على الفرن وبحطها من ميلة فوق. هي حشت قدامكم البطاطا، بتعرفوا قدام مستوية، شوفوا هون شفتوا؟ هنطلع الصحن. دفعكم انتم. خلص. لو صورتها بنصها. اجيب خبز.